مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. النهارده كان الحكم على المهندس كرولوس رفعت ناشط حنا. ماذا حدث اليوم والحكم كان عباره عن ايه؟ لان في ناس كتيره مهتميه بهذه القضيه وعايزين يعرفوا تفاصيل ايه اكتر. انا من داخل موقع الاهرام الكندي كانوا كاتبين خبر عن تفاصيل الحكم النهارده. كاتبين التفاصيل الكامله لما حدث في جلسه الحكم على المهندس كرولوس رفعت ناشط. قضت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا اليوم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20,000 جنيه ضد كرولوس رفعت ناشط المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية على خلفية بلاغ قدمه ضده الأنبا بنيامين مطران المنوفية بسبب مناقشات دينية جامعة المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد ماري جرجس بمدينة منوف. وقام كرولوس ناشط باستئناف الحكم وحددت جلسة في 17 مارس لنظره. ووجهت النيابة العامة إلى كرولوس رفعت ناشط في القضية رقم 144 لسنة 2024 جنح اقتصادية طنطا قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية وسب وقصف المجني عليه بطريق التليفون أن نسب إليه أموراً ولو صدقت لأوجبة احتقاره عند أهل موطنه. كذلك تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال وإنشاء وإدارة حساب على تطبيق الفيسبوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة. كما وجهت النيابة اتهاما إلى كرولوس رفعت ناشط بازدراء أحد الأديان السماوية الدين المسيحي من خلال الترويج لأفكار متطرفة. وقدم فريق الدفاع عن المتهم من بينهم سمائيل ثروت محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة دفوع أبرزها بطلان أمر الإحالة وعدم انطباق المادة 98 واو من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وقائع الدعوة. وده كان الحكم على كرولوس النهاردة، الحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه وتعويض مدني مؤقت 20,000 جنيه. طيب في وقعة تانية برضو حصلت في الكنيسة الكاثوليكية، الأنبا إسحاق إبراهيم بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر عمل إيه بقى؟ قدم بلاغ ضد كاهن الأب بولس بيباوي. قدم بلاغ ليه ضد كاهن؟ تعالوا نشوف تفاصيل الخبر إيه، لان هم برضو عندهم يعني احنا كنا بنقول ازاي يعني يستخدم السلطة المدنية في محاكمة حد. طب ايه رأيكم بقى لما بطرك يقدم بلاغ ضد كاهن؟ الناس بقى اللي بتشعل الدنيا من بره مصر. في وقعة تانية هي في الكنيسة الكاثوليكية محدش بقى اتكلم عنها، الانبا ابراهيم اسحاق قدم بلاغ ضد ابونا بولس بيباوي. تعالوا نشوف اللي حصل. أنا دلوقتي من داخل صفحة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، هم حاطين بيان هام جدا عن الواقعة اللي حصلت دي. كاتبين إيه بقى؟ توضيح هام، وعاملين هاشتاج البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية، وكاتبين إيه بقى؟ من له أذنان تسمعان فليسمع متى 13:9. سلام المسيح، تحتاج الكنيسة أحيانا وقتا كافيا لدراسة الأمور كما يجب قبل الإعلان عنها، وأي شخص في موقع المسؤولية يكون على دراية بتفاصيل دقيقة للأمور تخص عمله أو الأشخاص العاملين معه ليست للنشر أو الإعلان، وعلى المسؤولية أن يتصرف واضعا في اعتباره أمانة المسؤولية بالتشاور مع شركائه في الخدمة وحفاظا على ايه؟ على الكنيسة. وهنا وجب ايضاح حقائق الامور فيما اثير من اخبار تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر دون تحري الدقة وبصورة مبتورة من سياقها. قال ايه بقى؟ تفاصيل الواقعة ايه؟ في يوم 27 يناير 2021 واثناء انعقاد مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر وصلت رسالة على تطبيق الواتساب من رقم مجهول إلى معظم أعضاء المجلس وكذلك إلى العديد من الكهنة والرهبان، وصل عددهم أكثر من 100 شخص، تحتوي على عبارات مسيئة للغاية واتهامات بالفساد المالي والأخلاقي في حق البطرك
والأب مجدي زكي والمقرصة ميري إسحاق وبعض الراهبات النسائية وبعض العلمانيات العاملات بمؤسساتنا الكنسية، بالإضافة إلى ألفاظ طاعنة في الشرف والعرض للأشخاص المذكورين. ياه، ولما كان الجرم المرتكب من البداية صادرا من شخص مجهول، يعني ما كانوش عارفين من اللي بعت الرسالة، يعني واحد بعت رسالة لمئة شخص هما كانوا في اجتماع والرسالة بعتت في نفس الوقت الناس كلها هما قاعدين، يعني كان طبعا من رقم مجهول. كان من اللازم تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المدنية المختصة لتتبع مستخدم الرقم ومعرفته، يعني عايزين يعرفوا مين بقى صاحب الرقم ده، حيث أن الوصول إلى ذلك ليس من سلطة ولا إمكانيات الكنيسة. ما طبعا أنت عايز تعرف مين الرقم اللي بيعت الرسائل، الكنيسة هتعرف إزاي إلا متقدم بلاغ رسمي للجهات المختصة عشان يعرفوا مين صاحب الرقم المجهول ده. تبين إيه بقى؟ تمت التحريات التي أجرتها الجهات المعنية، وانتهت إلى أن الأب بولس بيباوي، ياه، السكرتير الخاص السابق لغبط البطريرك، هو مستخدم الرقم وليس صاحب الرقم، يعني هو استخدم الرقم ده في الموضوع ده. فتحول الأمر إلى القضاء، وأصدرت المحكمة في الدرجة الأولى حكما بالبراءة، الخطأ في الإجراءات الشكلية، خلي بالكم من اللي جاي، ولم يتقدم أحد من المتضررين بالاستئناف، بل قامت النيابة العامة نفسها، النيابة العامة نفسها بالاستئناف، وتوالت مراحل الإجراءات إلى أن أصدرت محكمة الاستئناف حكما على الأب بولس بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، نفس الحكم اللي كان على كرولوس يا جماعة، ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، أي أنه لم يسجن، مع إلزامه بدفع غرامة مالية 20,000 جنيه. وهذه الإدانة تمت بناء على استئناف النيابة العامة وليس البطريرك ولا أي طرف من أطراف القضية، يعني تعتبر دي شبيهة بالقضية اللي عندنا بالظبط، نفس الحكم تقريبا 6 شهور و20,000 جنيه غرامة، نفس الموضوع، والنيابة هي اللي استأنفت. خلي بالكم البطريرك ما عملش حاجة بتاع الكاثوليك، لكن هما النيابة هي اللي استأنفت. تعالوا نكمل بقى. قام المحكوم عليه بالطعن، عمل بقى طعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضد النيابة العامة، أي أن البطريرك لم يكن له دور لا في الاستئناف ولا في النقد، بل أن النيابة العامة هي اللي من قدم مذكرة توصي فيها برفض النقد. ياه، النيابة العامة قدمت مذكرة علشان ترفض النقد ده، وبقرار محكمة النقد الصادر في 22 يناير 2024 تم تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة، وهذه هي آخر درجات التقاضي، وليس للبطرك حق التنازل قانونيا، وليس للبطرك حق التنازل قانونيا، وليس للبطرك حق التنازل قانونيا. وجدير بالذكر أنه خلال كافة درجات التقاضي منذ البداية وحتى تأييد الحكم لم يصدر أي قرار كنسي على الكاهن، ولا تم اتخاذ أي موقف تجاهه، بل ظل في خدمته حتى الآن. ختاما، وجب التأكيد على أن القوانين الوضعية على الصعيد المدني والكنسي هي في الأساس بغرض تأمين حقوق الأشخاص. ما هو يا جماعة برضو في سب وقصف، في تشهير، في ألفاظ، في حاجات، فيعني هم بلغهم، لأن هم يعني يا جماعة اللي بيحصل ده بيقولك علشان بيحموا تأمين حقوق أشخاص وتعزيز وحماية كرامتهم من أجل بناء مجتمعات صحية. والكنيسة وإن كانت في الأساس مؤسسة روحية، فهي لا تنفصل عن المجتمع المدني، واخدين بالكم من الحتة دي؟ والكنيسة فهي في الأساس مؤسسة روحية، فهي لا تنفصل عن المجتمع المدني الذي تتواجد فيه. ومن ثم واجب فهم الرحمة والمصالحة والتسامح دون إهدار حماية حقوق الأشخاص وكرامتهم. شفتوا الحتة دي الأخيرة دي بيقول إيه؟ ومن ثم واجب فهم الرحمة والمصالحة والتسامح دون إهدار حماية حقوق الأشخاص وكرامتهم. وكذلك المؤسسات الكنسية. بركة الرب معكم. ده كان 1 فبراير 2024، ودي الختمة هو، والأنبا إبراهيم إسحاق
ده بطرك الأقباط الكاثوليك بمصر. تمام يا جماعة، في وقعة شبيهة اهي يعني، ونفس الحكم تقريبا يعني. ده كان يا جماعة برضو مستند تاني كانوا منزلينه، كانوا كاتبين صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم كذا لسنة 2021، جنحة اقتصادية القاهرة، البطريرك إبراهيم إسحاق وبالميلاد إبراهيم إسحاق سدراك جدلة، مدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكتب طبعا محل إقامته كذا، كاتبين ضد الأب بولس بباوي بالميلاد أشرف بباوي مهني يوسف متهم، بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونيا، حيث تحصل وقائع الجنحة في أن النيابة العامة قدمت المتهم الأب بولس بباوي بالميلاد أشرف بباوي للمحاكمة الجنائية، ياه، بوصف أنه وبتاريخ 27/1/2021 بداية اسم الزيتون محافظة القاهرة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، مجدي زكي استفانوس حبشي وميري إسحاق سدراك بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك عن نحو المبين بالتحقيقات، سب وقصف بطريقة التليفون المجني عليهما الأول والثاني المذكورين بأن أسند لهما أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهم على النحو المبين بالتحقيقات، سب وقصف بطريقة التليفون المجني عليهما الأول والثاني بأن نعتهما بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات، سب وقصف بطريقة التليفون المجني عليها ميري إسحاق سدراج بأن نعتها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات. الورقة دي شفتها موجودة على السوشيال ميديا، فدي برضو يعني إخواتنا الكاثوليك برضو عندهم إن الأنبا إبراهيم إسحاق قدم بلاغ ضد كاهن، مش ضد كمان شخص علماني، لا ضد كاهن. هم قالوا في الأول إن هم ما كانوش عارفين الرقم المجهول ده إيه، ولكن النيابة بنفسها هي اللي اتحركت وعملت الاستئناف وعملت الحاجات دي كلها. دي بس وقعة شبيهة باللي عندنا، عشان بس بيقولوا فين الرحمة وفين التسامح. هم قالوا حاجات كتيرة جدا، حق المجتمع وحق المدني، حقوق الأشخاص، كرامتهم. مش معنى إنك في حاجة زي كده يبقى فيه سب وقصف وتشهير بالناس، ممكن تتكلم أو تنتقد بشكل محترم، احنا مش ضد الانتقاد يا جماعة ومش ضد حرية الرأي، لكن اتكلم براحتك خالص دون الغلط في حد ودون التشهير بحد ودون شتيمة حد. يعني أنا مع حرية الرأي جدا، لكن انتقد براحتك دون الإساءة لأي شخص. شايفين بقى الموضوع ده ازاي؟ شايفينه ازاي؟ اكتبوا لي في التعليقات شايفين الموضوع ده ازاي. يلا تحياتي، اشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جيركس.